ربما ده اللي ممكن يكون هيعتمد عليه برضو المنتخب الليبي غدا، لان كانت المباراه الاولى ربما هي كده محاوله لفهم الاخر، لكن بكره احنا لسه مش عارفين. بس من وجهه نظر حضرتك استاذ سامي، هتشوف ازاي المواجهه بكره، خصوصا ان برضو المنتخب الليبي مش منتخب سهل زي ما البعض بيتكلم؟ لا عندهم طبعا، احنا نجحنا ان احنا نحط المنتخب الليبي تحت ضغط. احنا دلوقتي 7 نقط، المنتخب الليبي 6 نقط، المباراه في ملعبهم صحيح ممكن يكون حاضرها جماهيره، هيبقى نقطه ضاغطه جدا على منتخبنا. بس لازم نكون يعني زي ما بنقول لازم نطلع العفريت من العلبه. يعني ايه بقى؟ يعني نطلع كل امكانياتنا ومفاجاتنا. واذا كان كيروش فاجئنا بمرموش في المباراه دي، لازم يفاجئنا بحاجه ثانيه، مش لازم لعيب معين او اسم معين. تكتيك او بالظبط، او ممكن يحصل سيناريو عكسي يعني يمسكوا مرموش فصلاح يهدد. لا هتمسك مرموش كده برضه كل ماتش بقى، خطه تسويها جامده جدا. لازم يكون في يعني هجوم اقتراب من الخلف احسن ايجابيه واكثر ايجابيه. عبد الله سعيد، سليه، يعني العناصر دي لازم يكون ليها تواجد. مرموش جاب الجون ازاي؟ بتسديده يعني ذكيه جدا، دي نادره جدا بقت في ملاعبنا للاسف الشديد مع التكتلات الدفاعيه. عايز لعيب عنده شخصيه، عنده لعيب عنده ثقه وشخصيه وقادر ان هو يعني يكون عنده طمع في الكوره ان هو وطموح، لان التكتلات الدفاعيه دي مش هتفيد. انا ما اتوقعش ان بكره كلمنتي اللي هو مدير فني ليبيا هيلعب مدافع، ولكن لان طبعا هو في موقف حرج دلوقتي، اي نقطه ضايعه منه لصالح منتخب مصر ان شاء الله. فيعني المواجهه هتكون صعبه جدا على الفريقين، بس لازم دور اللعيبه اكثر من دور المدير الفني ان هم يستهدفوا ال3 نقاط على الاقل، ما كانش يبقى نقطه واحده، لان طبعا في كمان منتخب انجولا دخل في السبق، خلي بالك يعني وصل ل3 نقط وهيلعب انجولا، هيلعب الجابون، ممكن يوصل ل6 نقط، يبقى الدنيا هتتعقد. فلازم احنا مواجهه بنغازي بكره لازم نخرج منها بحاجه، على الاقل نقطه على الاقل. بس طبعا لو فكرنا ان احنا نلعب مدافعين بدون ذكاء هجومي، يعني لازم أأمن طبعا نص ملعبنا، وفي نفس الوقت لازم استهدف هدف او 2 لازم. فده نقطة مهمة جدا، اتمنى ان يعني كروش يفاجئنا بفكر تكتيكي جديد مختلف عن المباراة اللي كانت هنا، يقدر يباغت فيها المنتخب الليبي الشقيق. ويعني هو ما عندوش غير انه يهاجم، المنتخب الليبي ما عندوش غير انه يهاجم، لان حتى لو لعب على خد نقطة مش هتفيده كتير. احنا برضه لازم انه هيهاجم وهيتخلى عن حرصه الدفاع اللي كان موجود في استاد برج العرب، ده هيخلينا فرصه اكبر ان اكثر من عنصر يظهر في الشق الهجومي بفاعليه، يعني ويتعلموا حاجه من مرموش اللي هو اصغرهم سنا، ويعني يكونوا اكثر جرأه على المرمى بدون تعقيد، ما يلعبوش بتعقيد. وان شاء الله هنشوف كابتن صلاح بحالة مختلفة ومميزة إن شاء الله. حلو جدا.